بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة اللي جمعتنا بين أصدقاء بيغرا وفريق الشعلة كانت محك حقيقي لأصدقاء بيغرا، لا سيما لاعبين مع فريق متمرس السنة الفارطة، الموسم الفارط، النسخة الخامسة كان وصيف البطل. بهذه المناسبة وبالرجوع للأجواء الحماسية للقاعات والملاعب الرياضية، كنبغي نقدم الشكر الجزيل للجنة المنظمة والجماعة الترابية على تقديم هذا الحفل هذا كمتنفس لساكنة بيوغرا، وشكرا للجميع. أولا الحمد لله، الحمد لله ونشكره بعد أن رجعوا للملاعب والقاعات، يعني كاين متنفس ديال اللاعبين فاش مورا المقابلة مورا الإفطار وقبل الإفطار. كنشكروا اللجنة المنظمة اللي نظمت هذا الدوري اللي في حقها دوري في المستوى اللي كنتمنى أنه وصل لمستوى اللي كيروق الجميع، واللي كيف ما كنعرفوا انه هذا الدوري عنده السمعه ديالو الطيبه. نتمنوا انه هذا الشيء يستمر وان الروح الرياضيه تمشي في جميع المقابلات. نتمنى التوفيق للناس اللي كيعملوا المجهود كبير باش ينجحوا هذه الدورات. كنقدم لكم الشكر انتم ايضا اللي كتحضروا لهذا الدوري وكتشجعوهم. ما ننساش ان نقدم التحيه لمدير القاعه السنه الرام معروف بالبهجه، لواحد الشخص اللي كيعمل بواحد الشكل كبير وكيقدم مجهودات من جنود الخفاء. الله يوفقكم. شكرا. جمعيات مجلس القاعه المغطاه ببيغرا ضمن الدوري الرمضاني النسخه السادسه، فيه جوج فئات، الفئه اقل من 35 سنه فيه 8 الفروق، وفئه اكبر من 35 سنه فيها 8 الفروق. المهم ضمن هذا الدوري باش شحال هذه ما عمر تنظم، شي 30 هذه ما عمر شي دوري تنظم في القاع المغطاه، ودرنا هذه البادره باش يكون واحد المتنفس ديال الساكنه بالليل. كيبدا الدوري من 10 ونص وفيه تقريبا جوج ماتشات، واحد الفئه الصغرى واحد الفئه الكبرى، وكنتمنى من الساكنه ديال بيغرا يزوروا القاع المغطاه بالليل ويشوفوا التظاهرة الرياضيه، وما ظنيتش بانها ما غتعجبهم لان كاينين فرق مثاليه وعندنا الحكام في العصبه كيسيروا هذا اللقاءات. كنتمنى التوفيق لجميع الفرق، وحتى انتم كنشكركم كاعلاميين وجزاكم الله خيرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.